السلام عليكم شباب، مرحبا بكم مره اخرى في فيديو اليوم. شباب فيديو اليوم ماهوش كيما فيديو العاده. نعرف اللي تم برشا منكم يقولوا لي عاد فورينا السيت اب نتاعك، وين السيت اب نتاعك، نحب نشوفوا السيت اب نتاعك. لكن شباب نحب نقول لكم المره هذه لاول مره باش نوريكم السيت اب، لكن باش يكون اخر مره باش نوريكم هذا السيت اب والا هذا البي سي. شباب خاطر بالرسمي وصلت لهنا للنهايه باش نبيع البي سي، دونك هاو في بالكم يا جماعه. واحد منكم يحبيش البي سي يتواصل معايا ومرحبا بيه، نخليكم الانستغرام. اللي اول مره باش نوريكم البي سي نتاعي، نعرف اللي ثم برشا متابعين يتابعوا فيا، حتى واحد فيكم ما يعرف البي سي نتاعي. دي اول مره باش نوريكم البي سي نتاعي باش يكون لاخر مره، خاطر راني ما عادش باش نستعمله بصراحه لهنا نوصلوا للنهايه. بالنسبه لليوتيوب وبالنسبه للفري فاير، هل باش نكمل في مسيرتي يعني في اليوتيوب، باش نكمل مسيرتي في الفري فاير؟ حتى اذا كان كملت مسيرتي في اليوتيوب، هل باش نكمل يعني مسيرتي في الفري فاير نعم ام لا؟ هذا الكل يا جماعه الله اعلم، ان شاء الله في المستقبل حتى نعرفوا باش نكمل والا مانيش باش نكمل. من توش عليكم برشا، خليني نوريكم البي سي يا جماعه. وكما قلت لكم اي واحد يحب يشري يتواصل معايا على الانستغرام. اوكي يلا خليني نوريكم. اوكي شباب، هذا البي سي نتاعنا كما شفتوا، يعني اسمه ازيوس. اوكي يعني ماهوش دوني. برشا ناس منكم يمشي في باله انها بي سي بيرو، هو لا راهو ماهوش بي سي بيرو شباب. كيما تشوفوا يعني بي سي عادي بورتاتيف، خلينا نقولوا هذه الكلافي شباب كيما شفتوا. حاجه اخرى يا جماعه، راني نستعمل فقط يعني في اكران واحده، واللي هي الاكران هذه شباب كيما شفتوا فري فاير. فعلا باش نشتاق للبي سي، باش نشتاق لي برشا حاجات في البي سي هذايا. كما تعرفوا يعني ذكرى جميله جدا في البي سي هذايا، هذايا اللي خدمت به الفيديوهات، هذايا اللي خدمت به اللايفوات، اغلبيه اللايفوات يا جماعه تعدوا على البي سي هذايا. يعني بالحق الفيديو هذايا يستحق اني نحط عليه اغنيه حزينه. اوكي شباب، نعرف اللي برشا منكم الناس يحبوني، نعرف انهم تما برشا منكم باش يتاثروا بالفيديو هذايا. حسيلو الناس اللي تحبني والناس اللي تفرج فيا، نحب نقول لكم شباب راهو باي باي، مع السلامه. لي البي سي هذا والله البي سي حلو يا جماعه، اللي يحب يشريه يتواصل معايا. كما تعرفوا يا جماعه يعني لكل بدايه لها نهايه، لكن شباب نحب نقول لكم اللي راني انا شريت بي سي جديد، وهذاك علاش عملت الفيديو هذايا. وخلينا نشوفوا البي سي مع بعضنا لحظه بلحظه يا احلى اساطير. شباب هذا البي سي نتاعنا كيما نشوفوا، يعني عنده ثلاثه كراد، هذوما ثلاثه كراد شباب. هذه نورمالمون لونيتي سنترال، هذوما نورمالمون الكاسك والكلافيي، وكلاسك وكلافيي وسوري. اوكي شباب الاكران نتاعنا. اوكي شباب نحب نقول لكم اللي الباج والسيت اللي خذيت منه هو اس بي اس انفورماتيك. بطبيعة الحال كل شيء يعني باش نجربه قدامكم، يعني حاجه ما عجبتنيش ولا حاجه ماهيش كيما يعني كمانديتها وجابوها لي، بطبيعة الحال يعني راني باش نقول لكم عليها. نعطيكم فكره على الحاجات الموجودين في الكرادر، ونعطيكم فكره صغيره على نوعيه وقوه البي سي. باهي بالنسبه للبي سي، الكارت جرافيك ار تي اكس 4060، بروسيسور رايزن 5600، وايضا عندنا كاسك، عندنا سوري، وعندنا كلافي، كل شيء رود دراجون يا جماعه. وباش نشوفوه ان شاء الله الكل مع بعضنا، لكن باش يكون ان شاء الله موضوعنا الفيديو القادم. هذاك علاش اي واحد يتفرج في الفيديو هذايا ما تنساش تعمل اكل اشتراك وفعل زر الجرس، باش تكون من اول الناس ان شاء الله اللي باش يشوف معنا البي سي، وان شاء الله باش يكون ثم جوائز. والى اللقاء ان شاء الله في الفيديو القادم يا احلى اساطير.